هي دي مصر على مر السنين، ملجأ للأولياء، لأولياء الله الصالحين، هرب ليها أبونا إبراهيم ويوسف الأمين، وقال عنها القرآن الكريم: ادخلوها بسلام آمنين. بنوصل رسالة لكل من تسول له نفسه انه يفتكر انه ممكن يفرق الشعب المصري. حضراتكم تحيات الشباب البلد، شباب ثورة 25 يناير الذين فجروا هذه الثورة وساندهم جيش مصر العظيم وأيضا الذين استشهدوا في سبيل هذه الأمة. لم نكن في يوما من الأيام نتوقع ما يحدث في الشارع المصري من اعتصامات، من احتجاجات، من انفلات أمني. تداعيات ذلك ينعكس بالفعل على الاقتصاد المصري وينعكس على المجتمع. أنا مع حضراتكم، الكل يعشق مصر، الكل يتغنى بحب مصر، ولكن للأسف الشديد نحن أكثر من أعياها بسبب تفضيل المصالح الشخصية على مصلحة الوطن. لابد من إحكام العقل، لابد من إحكام التفكير في مصلحة هذه الأمة. حافظ الله مصر دائما من كل سوء. النهاردة معانا من خلال برنامج دلتا مصر العديد من الفقرات الخارجية والأحداث الخارجية التي تهم حضراتكم بالدرجة الأولى، عما حدث بالأمس من جمعة الإنذار الأخير بين مؤيد ومعارض، وتقارير خارجية من محافظة الدقهلية وأيضا محافظة المنوفية ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. الثورة المصرية أعادت المصانع للمصريين، أعادت الاقتصاد المصري للمصريين، أعادت التوسعات مرة أخرى، ولكن للأسف الشديد في الوقت نفسه بنشوف تشريد حوالي 1300 عامل بشركة وبريات سمنود ومش هيقدروا ياخدوا مرتباتهم نتيجة لتداعيات كتيرة جدا هنعرفها من خلال اتصال هاتفي بالأستاذ حامد الإستاوي أمين عام اللجنة النقابية. هناك ندوة حول إيد واحدة وطن واحد، والتي عقدت بكنيسة مريم العذراء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إن احنا كلنا بنعيش تحت نسيج واحد، تحت وطن واحد، ما فيش فرق بين مسلم، ما فيش فرق بين مسيحي، كلنا بنتمتع بالجنسية المصرية. حضر هذه الندوة العديد من الأدباء والفنانين والرياضيين. إضافة طبعا ان احنا معانا فقرة مهمة جدا هنقدمها لكم بسبب التداعيات الأخيرة ايضا لما حدث في ميدان التحرير والتظاهرات ومحاولة منع الخط الملاحي في قناة السويس وتداعيات ذلك على البورصة المصرية. البورصة المصرية في الفترة الأخيرة أو الأسبوع الأخير خسرت حوالي 11.25 مليار جنيه، ومشكلة كبيرة جدا. كل ده بينعكس على محدود الدخل للأسف الشديد.
هيكون معانا ايضا اوائل الثانويه العامه ومداخلات تليفونيه معاهم عن خط سيرهم، ازاي ان هم قدروا يتفوقوا في نتيجه الثانويه العامه. وطبعا الثانويه العامه كان قطاع القاهره الاول، اسيوط الثاني، المنصوره الثالث. هيكون معانا مداخله تليفونيه مع محمد مصطفى الليموني اللي حصل على المركز الاول مكرر شعبه العلوم، ويمكن ده من مدينه دسوق بمحافظه كفر الشيخ، اضافه الى المركز الثاني مكرر محمد مصطفى عبد الغني من مدرسه السيد البدوي بركه السبع بمجموع 408.5 شعبه رياضيات. بالاضافه طبعا لفقره مهمه جدا هي صحافه دلتا مصر اليوم واهم ما طلعتنا به صحف اليوم. فاصل ثم نكمل. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القادر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القهر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد مين اللي قال بس مش قادرين نحدد طريقنا ونمشي منين؟ هنقدر وبكره هتحكي السنين تقول احنا كنا في لحظاتنا. هنقدر اذا بس يوم نتفق نقول كلمه واحده طريقنا راح يتخلق قصادنا ونمشي في كلنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القهر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. دكتور احمد جمال الدين وزير التربيه والتعليم اعلن اليوم نتيجه الثانويه العامه الاوائل تحديدا، وان شاء الله يكون غدا النتائج النهائيه بالنسبه للطلبه والطالبات. انا بهني طبعا كل الساده اولياء الامور، بهني كل الطلبه والطالبات بالنجاح والتفوق في الثانويه العامه، وانا طبعا بعتبر ان الثانويه العامه دي مفترق طرق لتحديد مصير الطلبه والطالبات في الفتره القادمه، واتمنى طبعا يكونوا الطلبه والطالبات ان هم يقودوا البلد ويكونوا رموز للعهد القادم باذن الله. تفاصيل كثيرة جدا وتصريح مع الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم. حضراتكم أسماء الأوائل في امتحانات الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. لدينا الآن علم علوم كما تروا حضراتكم على الشاشة الأسماء، وسنعطي حضراتكم نسخ من هذه الأسماء. لدينا 16 طالب هم العشرة الأوائل لأنه في مجاميع مكررة كما تعلمون. لدينا الطالبة رهف محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن من النزهة الأولى مكرر، مع الطالبة فاطمة زهراء أيضا من مدرسة الشهداء الثانوية بقوس بنفس الدرجة 409، والطالب محمد مصطفى مصطفى من من دسوق مدرسة أحمد زويل الثانوية أيضا 409. دول ثلاثة الأوائل نفس الدرجة، هم الأول مكرر على مستوى الجمهورية. ثم لدينا باقي الأسماء، ميسون من أم كلثوم التجريبية للغات عين شمس الرابع، وبقية الأسماء وصولا حتى آخر واحد فيهم اللي هو رقم 16، لأنه معظم الطلبة حاصلين على 408 فمكررين، خامس مكرر حتى رقم 16. ننتقل الآن لعلم الرياضيات. الأول لدينا هو الطالب جورج صموئيل عياد صليب نصر الله من الثانوية التجريبية للغات الإسماعيلية، حصل على 408.5 وهو الأول على مستوى الجمهورية. ثم في الثاني مكرر لدينا طالبين، طالبة آن حسام من المنارة الثانوية الخاصة بندر دمنهور، والطالب أيمن سعيد عطية من دار الحنان بالعمرانية، ولدينا أيضا محمد مصطفى من السيد بدوي بركة السبع المنوفية. دول كلهم الثلاثة ثانوي ثاني مكرر. وبعد كده بيت الأسماء وصول حتى رقم 10، هم 10 أسماء العشر المراكز الأولى في الثانوية العامة رياضيات. ننتقل الآن للأدبي. لدينا
عدد من الأوائل الأول مكرر بنفس أو باللابتوب ربما وفيسبوك تمام. فلدينا الطالبة إنجي صفوة عفيفي أحمد من الفرتاري الخاصة بإدارة السلام، شروق إمام علي سيد من منارة القاهرة الثانوية بنات شرق مدينة نصر، ودول الاثنين حصلوا على الأول مكرر بمجموع 406 درجة. الثالث الطالبة نجلاء محمد يعقوب من ثقلتة في سوهاج دي 405.5. وبعد كان رابع مكرر في عندنا بقية طلبة ثم بقية الأسماء حتى رقم 12، فدول العشرة الأوائل في أدبي على مستوى الجمهورية. طبعا احنا مستمرين مع حضراتكم حول افراح الثانويه العامه مع بعض الطلبه والطالبات، ومعنا المركز الثاني مكرر محمد مصطفى عبد الغني من مدرسه السيد بدوي ببركه السبب ومحافظه المنوفيه. حصل محمد مصطفى على مجموع 408.5 شعبه رياضيات. محمد الف مبروك يا محمد. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك يا سيدي. قول يا محمد، يعني البرنامج اليومي للمذاكرة عشان يكون في طالب متفوق أو خريج متفوق إزاي يكون؟ يعني ناس كتيرة بتقول لك ده الطالب المتفوق ده بيذاكر ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، ما فيش وقت إن هو مثلا ياكل، ما فيش وقت إن هو يشرب. لا لا، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ هو طبعا موضوع ترتيب الوقت بيختلف باختلاف الوضع يعني أو الوقت في السنة، تمام؟ ففي السنة طبعا بيبقى التركيز كله منصب على المذاكرة، لكن في أول السنة بيبقى التركيز اقل او بيبقى عدد ساعات المذاكره اقل. لكن طبعا انا ما اقدرش نهمل اهميه الثانويه العامه، هي فعلا كانت بتشغل كل وقتي، بس مش لدرجه يعني نقول انها يعني عزلاني عن الواقع، لا طبعا. انا يعني كنت يعني دائما متابعه لاخبار الثوره وكل احداث الدائره الموجوده حولي. محمد، يعني مين بلغك انك حصلت على الثاني مكرر؟ وكان احساسك ايه في اللحظه دي؟ السيد الوزير اتصل بيا الصبح، وطبعا يعني انا كنت فرحان جدا، وصدقني يعني الشعور ما يتوصفش. انعكاس كده على الاسره المصريه على اسرتك. الحمد لله كان خبر سعيد جدا، ووالدي كان فرحان جدا، وبرده والدتي يعني بكت من كتر الفرحه الحقيقه. وطبعا يعني اجواء احترافيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. محمد، طبعا عشان يكون في تفوق بالفعل من طلبه الثانويه العامه، واحنا بنعتبر ان الثانويه العامه تحديد المصير بالنسبه للطلبه والطالبات في الفتره القادمه، اكيد الاسره المصريه واسرتك ليها دور مهم جدا في عمليه انجاحك وعمليه نجاحك في الفتره الاخيره. كلمنا على دور الاسره وعملت لك ايه، وازاي وفرت لك الجو المناسب عشان تقدر تذاكر بطريقه سليمه وطريقه صحيحه. مبدئيا انا مدين بالفضل اولا لوالدتي، كانت بتدعمني معنويا جدا، وكانت الحمد لله يعني كل طلباتي يعني انا بشكرها جدا على كده. وبرده بابا كان بيدعمني معنويا وماديا بصوره مبالغ فيها جدا يعني، والحمد لله كل الاجواء عندنا في البيت كانت متاهله ان اذاكر وكده، والحمد لله يعني منتهى الحريه، مفيش اي تقلص من اي نوع يعني، كل واحد يعني تقريبا واثقين فيا وعارفين ان انا الحمد لله قايم بدوري، هم بيدعموني على كده بدون اي تقلص يعني. ايه نصيحتك يا احمد اخيرا لكل الطلبه والطالبات اللي داخلين مقبلين على الثانويه العامه السنه القادمه ان شاء الله؟ تقول لهم ايه من خلال البرنامج وتنقل لهم خبرتك ازاي في الثانويه العامه عشان يمشوا يعني او يحذوا نفس الحزو بتاعك؟ تمام، اولا العمل بجد بس يكون بدافع من المحبه ومن المسؤوليه في نفس الوقت، بمعنى لازم يكون الطالب مقتنع بالماده اللي هو بيدرسها وعايز يدرسها وله رغبه فيها، وفي نفس الوقت يكون عارف ان هو مسؤول عنها ومسؤول قصاد مسؤوليته اولا وقصاد الامتحان طبعا، دي اول حاجه. ثاني حاجه تنظيم الوقت له عامل مهم جدا جدا جدا، وترتيب الاولويات على حسب المواد وعلى حسب يعني قدره الطالب في كل ماده. تمام، وبعد كده يعني طبعا ما ينفعش ننعزل عن الواقع، لازم يبقى في اي مشاركه من اي نوع فيما يتعلق بالهوايات يعني شعر، رسم، موسيقى، وبرده متابعه الاحداث السياسيه مهمه جدا يعني، لان فعلا مرحلتنا دي احنا صغيرين لازم نتابع كل حاجه ويكون لنا راي ونشارك فيها كمان. يعني كان في تنظيم للمواد المختلفه، ما فيش ماده بتطغى على الماده الاخرى، يمكن دي نصيحه مهمه جدا. طبعا. محمد مصطفى عبد الغني الحاصل على المركز الثاني مكرر 408.5 درجه شعبه رياضيات، شكرا جزيلا لك. صح، بس حاجه هو 408 بس. 408 أيوة. برضه جميل، الف مبروك يا محمد. شكرا جزيلا محمد، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق في الفتره القادمه.
طبعا النتيجه النهائيه سوف تظهر غدا ان شاء الله، ويتم تسليم الاستمارات البيضاء والداله على النجاح للناجحين، وكل واحد هيقدر يحدد مصيره في الفتره القادمه، عايز يدخل كليه ايه. واتمنى طبعا ما يكونش في ضغط من اي اسره على الطلبه والطالبات او الخريجين من الثانويه العامه، ان هم ما يجبروهمش ان هم يدخلوا كليه معينه او كليه بعينها، هم يختاروا اللي هم يحبوه، يختاروا اللي هم بيعشقوه عشان يقدروا يحققوا طبعا، لان مصر دائما ولاده بكنوزها من المبدعين، من العلماء، من الرموز، زي الدكتور زويل، زي الدكتور مصطفى السيد، زي الدكتور يعقوب ونيم وغيرهم من العلماء، ودائما مصر ولاده. طبعا هيكون معانا مداخله تليفونيه ايضا، هيكون معاه والد محمد مصطفى. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني طمني بقى على انت يعني حسيت بايه لما سمعت ان ابنك حصل على المركز الثاني مكرر؟ والله يا فرحه لا تعادلها فرحه في الدنيا، احسن فرحه فرحتها في حياتي. اكيد طبعا الدموع زرفت من خلال سماعك نجاح ابنك ووصوله على المراكز المتقدمه على مستوى الجمهوريه. كثيره يعني. انت عملت له ايه؟ وفرت له الجو المناسب ازاي للمذاكره عشان يقدر يتفوق؟ وهل هو اكيد طبعا طالب مجتهد بالفطره، ان هو مجتهد يعني مش محتاج حد يوجهه، مش محتاج حد يقول له ذاكر، مش محتاج حد يقول له نسق وقتك ازاي؟ انت عملت له ايه بالظبط؟ يعني اشرح لي كده. هو في الحقيقه الاعداد بتاعه كان بطريقه مختلفه شويه. يعني انا بدات معاه يعني بمبدا اطلبوا العلم من المهدي الى اللاح. يعني بدا من اطلبوا العلم لو في الصين كمان. دخل الحضانه بدانا نحضره لان هو يبقى انسان متعلم علم كويس. فبدانا نعلمه اللغات ونجيب له مدرسين متخصصين في اللغات خارج المناهج خالص. وبدات انا اعلمه اللغه العربيه واحفظه القران، ووالدته تساعده في الانجليزي لان هي خريجه ألسن، وانا اساعده في المواد العلميه لان انا طبيب يعني. وكنا بنعلمه حاجات خارج المنهج، فهو احب العلم حب شديد وكان معظم وقته في المكتبه. نعم. بالنسبه لايام الدراسه بقى بيذاكر بطريقه اللي هي طريقه حل المشكلات، يعني ان هو زي يعرف ايه العلم. كلمني عن الطريقه اللي هو يعني استعملها عشان يكون متفوق في الثانويه العامه. يعني كان يقرا الموضوع من الكتاب ويبحث فيه في النت ويعرف كل ما هو حول الموضوع من مسائل مشتبكه في الموضوع يعني. فبيفهم الموضوع من اصله، ما بيفهموش كمنهج واحد يقراه وبعدين يحطه في الامتحان وبعدين ينساه. اذا طبعا اللي هو يعني ما بيكتفيش فقط بالمعلومات الموجوده في الكتاب، ولكن بيدخل على شبكه الانترنت بيجيب معلومات اكتر. وانت طبعا بتقول ان هو من خلال الدورات التدريبيه في اللغات، في من خلال يعني القران الكريم كمان، قدرت انت تساعده في نجاحه في الثانويه العامه. ماذا عن الدروس الخصوصيه؟ هل كان ليه في الدروس الخصوصيه ولا كان مكتفي يعني فقط بالكتب الدراسيه؟ حتى الدروس الخصوصيه اللي كان بياخدها ما كانتش دروس نظاميه يعني بنظام الحصه اللي هو، لا كنت بجيب له ناس متخصصه حتى مش مدرسين. بعضهم كان اساتذه في كليات، يعني في استاذ في كليه الاداب في قسم الالقاء كان بيعلمه لغه عربيه. يعني في دروس خصوصيه بس بنسب بسيطه، مش بنسب كتيره زي ما احنا بنشوفها بتهلك الاسره المصريه. بنسب بسيطه. الف مبروك الاستاذ مصطفى عبد الغني على تفوق ابنك محمد في الثانويه العامه. وهناخد فاصل مع حضراتكم دلوقتي ثم نكمل حلقتنا مع حضراتكم. الله اكبر عليهم، فعلا دول رجالتنا. الدنيا حالها عرفت مين احنا وايه قيمتنا، علشان مصر حبيبتي اضحي، ومهما اضحي شويه عليها، زي ما انا اتربيت من خيرها وقت ما تحتاجني البيها، علشان مصر حبيبتي قمة الإنذار الأخير أمس طبعا كان فيها مؤيد ومعارض على مستوى الجمهورية، أكيد طبعا من خلال كاميرات برنامج دلتا مصر. إحنا تجولنا في مدن ومحافظات الدلتا الخمسة وجبنا تقرير مهم جدا من محافظة المنوفية عن ردود الأفعال حول تظاهرة أمس جمعة الإنذار الأخير.
ما يجري من أحداث على الساحة في الساحة المصرية في هذه الفترة بالذات، أمور الحقيقة تتسم إما بشيء من الموضوعية وإما بشيء من اللاموضوعية، أمور تتعلق بأمور مطالبات جيدة يجب أن تنفذ، وأمور يجب أن احنا لا نلقي لها بالا ويجب أن ترعى فيها مصالح الجماهير بصفة عامة. مصالح الجماهير يعني ما يتصل بالساحة من اعتصامات وخلافه، أمور الحقيقة يجب أن يكون فيها نوع من أنواع الانضباط، الانضباط في التصرفات، التصرفات في الأمور يجب أنها يرعى فيها الصالح العام قبل المصالح الشخصية والفئوية. أيد المظاهرات الموجودة في التحرير، لأن فلوسنا مش هتيجي وراحت وخلاص وفقدت ومش جاية، عايزين نحاكم الناس زيت وناخد أحكام جازمة، إعدام على طول كل من شارك في قتل الشهداء وقتل الناس الشباب اللي قاموا بالثورة، واخد بالك؟ كل دول لازم يعدموا، يعدموا فورا. اللي بيحصل ده كله تعطيل لمصالح الدوله وتعطيل يعني كانوا قافلين المجمع وبيدوا فرصه للبلطجيه لهم يخشوا عشان يضربوا الناس، وفي تحرشات هناك بتحصل للناس وفي سرقات بتحصل، وكل الطرق المؤديه للمصالح بقى حضرتك لما تنزل التحرير ممكن تقعد اربع خمس ساعات ما تعديش. والله انا ارفض ده تماما، لانه بيعطل المصالح العامه وبيخلي الاقتصاد الدوله بينهار. ولكن اقول للحكومه برضو احنا ما نخليش الناس توصل لكده، يعني نحاول نشوف ايه الـ المتطلبات الحاجات المطلوبه او ايه اللي بيخليهم يعملوا الحاجات ديت، ونبدا ان احنا نشتغل بسرعه شويه، ما يبقاش فيه تباطؤ كده، لازم يبقى فيه سرعه عشان ما نضطرش الناس ان هي تروح ميدان التحرير وتقعد في ميدان التحرير وتعطل اقتصاد الدوله. يعني احنا صبرنا 30 سنه بنعاني من الفساد والرشوه ومسؤولين نهبوا البلد، وبعدين نيجي نقول دلوقتي لازم لابد من اصلاح الاهل؟ لا، لابد ندي برضه فرصه للحكومه. في مشاكل وفي معوقات بتقابلنا، بس احنا لازم نواجهها ونصبر شويه على الحكومه نقدر بعد كده نشتغل. وبعدين انا بوجه تحيه خاصه للمجلس العسكري، الناس دي يا جماعه شالت البلد فوق راسها، ولولاها احنا ما كناش قعدنا واتكلمنا الكلام ده. احنا نبص لبلاد حوالينا زي سوريا وليبيا، يعني البلد اتدمرت. من قام بافساد هذه البلد على مدة 30 عاما لماذا لم يحاكموا حتى الان؟ وتراغي في محاكمتهم، ولماذا لم يشفى قليل الشعب في محاكمتهم علنيا؟ هنا في محافظة المنوفية لا يوجد تظاهرات ولا احتجاجات، ورغم اختلاف الرؤى حول هذه المظاهرات في بعض الميادين، إلا أنهم اتفقوا على كلمة سواء، وهو ما نادى به أئمة المساجد في خطبة الجمعة: تعالوا إلى كلمة سواء. من محافظة المنوفية، دكتور علاء مسعود، دلتا مصر اليوم. شكرا للزميل علاء مسعود. وننتقل من محافظة المنوفية لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واعتصامات محافظة الغربية، ومن أهم المطالب العادلة في القصاص وأيضا التطهير ومحاكمة رموز النظام السابق، ولكن بسرعة أكثر وأيضا من قتلة الثوار. ننتقل إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. عايز اعرف مطالب المعتصمين ايه؟ مطالب المعتصمين بتتلخص في حاجتين دول، ان المسؤولين اللي قاعدين على المكاتب في التكييف ما ينزلوا يشتغلوا وينزلوا يعملوا مراقبه. خدت بال سيادتك؟ قامت ثوره 25 يناير لتحقيق مطالب معينه للشعب المصري ومطالب مشروعه وكل العالم يعرفها. احنا لحد دلوقتي مش حاسين باي تغيير، لا عداله اجتماعيه اتحققت، لا محاكمه لقتله الثوار، ما فيش اي حاجه اتغيرت. فاحنا بنطالب بالتغيير، احنا عايزين تغيير. الثوره قامت عشان تغيير، احنا عايزين نحس بحاجه ملموسه على الواقع، ان يبقى في تحسوا ان في ثوره،
في حرب 67 فريق محمد فوزي الدولة كلها انهارت، لكن كان في حاجة اسمها الإرادة السياسية. احنا والشعب والأمة كلها عاوزة تنجح. احنا دلوقتي زي ما يكون انتم مش عاوزيننا ننجح. الإرادة السياسية هي اللي تخلي بتاع الشرطة يشتغل. أول حاجة عدالة اجتماعية. عدالة اجتماعية يعني لقمة عيش، زيادة أجور، زيادة معاشات، دي اللي الثورة كلها قايمة عشانها. قالوا زيادة أجور وزيادة معاشات وزيادة اللي هي المرتبات بتاع الموظفين، مفيش موظفين أساسا بتقبض. كلها أجور نازلة. احنا شباب دلوقتي واحد عايز يتجوز ويخطب ويسكن، ال 150 جنيه ديت ما تعملش حاجة. احنا دلوقتي عاملين ثورة عشان خاطر أجور. أول حاجة بنطالبها للناس كلها إن محدش يسكت عن حقه، لأن كل اللي إحنا فيه ده إحنا سبب فيه، لأننا سكتنا. المصري ده أحسن وأحسن من أحسن الشعوب في الدنيا، وأكتر الناس محترمة في الدنيا، وتقدر تعمل كل حاجة، وعملنا وغيرنا، بس عايزين نحافظ على اللي عملناه. عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا، بغض النظر عن الطلبات والمعاشات والفقر وخط الفقر والنمو والتنمية وكل المشاكل اللي إحنا واعيين فيها دي، لأن مفيش فيها حاجة في البلد مظبوطة. عايزين نتكلم دلوقتي في تحقيق أهداف الثورة والتعجيل بيها عشان نلحق نعدي بالبلد دي ونسحبها من الحفرة اللي كل شوية ما نقعد نسد جوانبها تقعد تهيل علينا وبتدفننا وإحنا فيها. حاجة الوزارة حاطين لنا عصام شرف مع احترامنا ليه جه من التحرير ما منفذش أي حاجة، حاطين لنا 17 وزير حزب وطني مش هنسكت، يغير لنا واحد، يغير لنا اتنين، يغير 10، يغير 16 وفضل واحد، هنعمل كده، مش هنسكت تاني، مش هنسكت لكم، الثقة بدأت تتهز، مش هنسكت تاني، اعرفوا ان احنا وانتوا ايد واحدة، ده لو نفذتوا مطالبنا، غير كده هنبقى ضدكم، اللي مشي حسني يمشي أي حد تاني غيره. بالنسبة لأسر الشهداء، الستات اللي بيتضربوا في الشوارع، الناس اللي بيتحاكموا محاكمات عسكرية، احنا بنتاخد ونترمي في السجون محاكمات عسكرية 5 سنين والعدلي ومبارك يقول لك مش هنحاكمهم عسكرية مع انهم هم اصل المؤسسة العسكرية. مش عايزين اي حاجة، احنا عايزين بلدنا تبقى احسن ناس. احنا عندنا الكفاءة وعندنا الرجالة وعندنا كل حاجة، وزي فعلا ما طلعنا عصام شرف من التحرير بنقول له وبنطالبه يرجع تاني للتحرير عشان يدينا مطالبنا، عشان يجيب حق الشهداء، عشان يجيب حق ام غلبانة ابنها مات ملهاش غيره، يجيب حق الناس اللي مربية في المستشفيات مش لاقي حق حقنة واحدة، يجيب حق الناس اللي المعاشات اللي مش لاقيين فلوس، في حقوق كتير ضايعة، يجيب حقنا من الناس اللي سرقوها ومش راضيين يحاكموهم. نقول بس حاجة واحدة، انت مش عايز تحاكمهم ليه؟ ايه السبب؟ اديني سبب مقنع انت مش عايز تحاكمهم ليه؟ بس أكد معتصمي المحلة الكبرى على العديد من مطالب الثوار، أهمها على الإطلاق تحقيق العدالة والمساواة بين المصريين جميعا، وسرعة محاكمة رموز الفساد، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور. لقناة الدلتا دكتور أيمن السعداني. طبعا من حق أسر الشهداء أن يصوروا وأن يتألموا وأن يقلقوا على الثورة. بالفعل أن الحرية والعدالة والكرامة لم تتحقق بصورة المثلى كما رأينا في الفترة الأخيرة. شفنا طبعا من أهم مطالب الثورة اللي هي طبعا أغزى بالثار أو قتلت الثوار ومحاكمة رموز الفساد، وشفنا طبعا في الفترة الأخيرة أرامل النظام السابق من خلال قتلة الشهداء. من محافظة الغربية من مدينة المحلة الكبرى تحديدا إلى محافظة الدقهلية، وأهم أيضا الآراء الموجودة في الاعتصامات بمحافظة الدقهلية بين ردود الأفعال المختلفة بين مؤيد ومعارض. في محافظة الدقهلية خرج العشرات من أبناء المحافظة للتظاهر أمام ديوان عام محافظة الدقهلية مطالبين بتحقيق كل الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. صمت طويل من المجلس العسكري وحكومة شرف استمر لعدة أشهر اختفت فيها علانية المحاكمة لمن قتلوا الثوار في ميدان التحرير، وتراجع الأمن وكثرت الاحتجاجات في الشارع المصري. هي الناس ملتزمة بحاجات معينة، طلبت بحاجات معينة، طلبت بواحد اثنين ثلاثة، عايزة واحد يتحقق، اثنين يتحقق، ثلاثة يتحقق، يتحقق واحد
هيبقى 2 و3 وهيفضلوا ينزلوا يطالبوا لحد ما يتحقق كل المطالب. مش معنى ان احنا هيتحقق مطلب واحد ان المطالب كلها انتهت. فهي دي الفكره، الناس هتفضل تنزل لحد ما الطلب يعني لحد ما مطالبهم كلها تتحقق. ما يكفيش ان يتحقق مطلب واحد وبقيه المطالب ما يتحققش. احنا نفضل معتصمين لحد ما يجي دم الشهداء، لحد ما كل فاسد وكل ظالم يتحاكم. فطول حياتنا هنفضل معتصمين لو هما ما حكموش حد، هنفضل في الشارع، هنسيب كل حاجه، هنسيب شغلنا، نسيب دراستنا، نسيب كل حاجه عشان خاطر مصر، عشان دي خاطر بلدنا، بلد هي من اجل البلاد العالم، وبلد لو كل واحد حس بيها اللي هو بيشتم في الثوره وبيهين الثوره وبيقول دول معطلين احيونا، اتعطلت حوالي 30 سنه، احنا ممكن ما نحسش بس ابهاتنا حاسين، واحد اتشال اكبر ظالم في العالم. لو ما يقتل واحد، لو انا قتلت واحد او اتشكلت مع واحد صعب بتحاكم، سرقت واحد بتحاكم، اما السرقه بالاكراه بقى، سرق مش سرق اموال واحد بس، لا سرق اموال 86 مليون مصر، يبقى يتعمل فيه ايه؟ في معطيات، في مطلوب، في برهان. المعطيات احنا قدمنا طلباتنا كانت واضحه وكل العالم شاف. البرهان ده من المجلس العسكري، من المجلس الرئاسي اللي بيحكم. فين دليل واحد على تنفيذ مطلب واحد؟ انا عايز بس اقول حاجه واحده، ان دلوقتي المجلس العسكري عمل حاجات كويسه، بس في حاجات لسه برضو الشباب عايزينها. دلوقتي هو عملوا رفعوا لحد الادنى للاجور، وعايزين حد اقصى برضو للاجور. الحاجه الثانيه ان معظم الشباب الموجود ده ما فيش حد عنده وظايف، والاسعار بتغلى، يعني الاسعار بقت بدرجه جنونيه، ما فيش حد عارف يعيش. عاوزين يعملوا جدول بحاجات معينه هتتنفذ خلال فتره معينه، الشعب يحس بحاجات ايجابيه بتتنفذ. والله اول حاجه مطلوبه يعني ان الحكومه تشوف شغلها وتؤدي لمطالب الناس، والثوره ديت من اشرف ثوره على مستوى العالم يعني، واشاد بها العالم كله، فيجب ان تكون لها مطالب والمطالب تتحقق. اذا لم تحقق هذه المطالب فالمظاهرات تستمر بما لا نهايه. هنا عشان خاطر نجمع اكبر عدد من الشعب المصري من اهل المنصوره، علشان خاطر الضغط على المجلس العسكري عشان يحقق بعض المطالب، بالرغم ان الحكومه عدلت في تغييرات وزاريه، احنا سمعنا انها تيجي يوم الاحد او يوم الاثنين، بس مفيش حاجه على ارض الواقع. طب ما يعملوا جداول زمنيه علشان خاطر الناس تعرف هيغيروا امتى، غيروا وزاره، غيروا يحيى الجمل بناس ثانيه. طب ما الناس الثانيه اللي موجوده حاليا ديت اللي هو اختارها رئيس الوزراء مش بناء على رغبه الشعب، لازم الشعب يختار الناس اللي هي تمثله في ميدان التحرير، في ميادين اخرى، عندك في المنصوره في متظاهرين، في السويس في متظاهرين، في ميدان التحرير، في اسكندريه المتظاهرين دول لهم مطالب شرعيه، في العالم كله الاعتصامات والمظاهرات لاغراض سياسيه دي متاحه ومطلوبه للشعب المصري كله. واحنا بنناشد كل المصريين، بنضغط، احنا مش عاملين مظاهرات للاخلال بمصالح مصر، احنا عندنا مصر اولا فوق الجميع، يا الثوره اولا في الاول، بس مصر فوق الجميع. في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اختلف الشارع حول البيانات التي صدرت من المجلس العسكري وحكومة شرف حول آلية تحقيق مطالب الثوار. يرى المراقبون أن التغيير الوزاري المرتقب وكذلك أكبر حركة إقصاء لعدد من الشرطة من شأنها أن يلقى قبولا بالشارع المصري، بينما لا يرقى إلى طلبات المعتصمين والثوار، والذي من شأنه أن يستمر المتظاهرون تحت حرارة الشمس في الميادين، ولسان حالهم يقول قد كفانا من مساء يدعي أن نور الصبح من آياته. من محافظة الدقهلية، جمال العراقي. مدينة ولا مجلس عارفين.
يكون مجال استمتاع معي. الثورة المصرية أعادت الاقتصاد كما ذكرت سابقا إلى المصريين، وأعادت المصانع مرة أخرى للمصريين، وهناك بالفعل توسعات في بعض المصانع. اهتمام الدولة اهتمام الكامل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بكل هذه المشروعات بالفعل، والاهتمام أيضا بالعاملين ومحدودي الدخل. في مشكلة كبيرة جدا من شركة وبريات سمنود وتشريد 1300 عامل بشركة وبريات سمنود بسبب عدم قدرة الشركة على توفير رواتب العاملين. هنتعرف أكثر على هذا الموضوع وعلى هذه المشكلة وكيف تحل هذه المشكله من خلال الاتصال الهاتفي بالاستاذ حامد الاسناوي، امين عام اللجنه النقابيه بالشركه. استاذ حامد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. استاذ حامد يعني كلمنا عن هذه المشكله وايه سبب الرئيس لهذه المشكله. هو حضرتك المشكله هو طبعا منذ بدايه الثوره 25 يناير جاءت بتهيئه احلام ابعاد عن النظام الفائز. من هذه الاحلام ان هو في الشركات متاثره بناء صفات قوم لقوم لمصانع حديثه وتأمين البعد الاجتماعي بالنسبة للعاملين لتحقيق مستقبل آمن للحفاظ على قوام الأسرة المصرية والمجتمع. لذا أستغيث لجميع المسؤولين بالدولة والسيد المشير تمتاوي والدكتور عصام شرف لدعم شركة سمنود للنسيج والمبريات. لأن سعادتك دلوقتي إحنا بنعاني بنيجي آخر الشهر مرتباتنا ما بنلاقيهاش، لأن شركة المحلة شركة غاز المحلة الشركة الأم اللي هي بتجيب لنا الغاز وبنصنعه قماش ونرجعه لها تاني ومقابل كده بناخد فلوس. يعني المشكله الرئيسيه يا استاذ حامد دلوقتي في توريد الغزول، ما فيش دلوقتي توريد غزول. توريد الغزول حضرتك دلوقتي اصبح فيه نسبه عجز في توريد الغزول للشركه عندنا وكل شركه المحله. ده بيؤدي ان احنا في الدنيا بناخد الغاز اللي بيجي بنصنعه قماش وبرجع للشركه تاني. طيب هنا دلوقتي في ازمه غاز، يبقى هذا اخر الشهر ما فيش قماش، يبقى ما فيش مرتبات للعمال. يعني لو ما فيش منتجات جاهزه بتعود للشركه مره اخرى ما فيش مرتبات. ما فيش مرتبات. انتوا عملتوا يعني ايه وقدمتوا ايه الحلول؟ يعني يمكن انا الماده رقم 50 يا استاذ حامد من اللائحه التنفيذيه اعطت الحق للجمعيه العموميه اتخاذ قرار لضم الشركه الى شركه اخرى، بالفعل تم ضمها الى شركه مصر للغزل والنسيج بالمحله، على ان يقوم رئيس الشركه بتوريد هذه الغزول. لا ما الشركه ما انضمتش لغايه النهارده. يعني احنا جماعه بعتنا لجميع المسؤولين بالدوله لضم الشركه لشركة غير المحلة، للأسف لغاية النهاردة ما انضمتش. وقال لك لا، حتى هذه اللحظة لم تضم. لم تضم لغاية النهاردة. وفي مشكلة ثانية عندنا غير المرتبات، اللي هي إن أنا بصرف معاش للعامل اللي بيطلع المعاش بيصرف على آخر 7 سنوات. إحنا بنطالب برضه بدعم الشركة إن التأمينات تصرف لنا على آخر سنتين. في مادة رابعة مادة 40 من قانون التأمينات إن إحنا نتعامل بنفس شركات الغاز النسيج، مثال زي شركه المحله، شركه سجاد غاز للمحله نفس الشركه، وللاسف هم بيتعاملوا على سنتين بالنسبه للمعاش، احنا بنتعامل على 7 سنين، متوسط اجل 7 سنين. طب احنا بنطالب برضه بالنسبه للمسؤولين برضه بتسويه المعاش للعامل على اخر على اجل متوسط اجل اخر سنتين، بلاش 7 سنوات. طب الحلول المقترحه من اللجنه النقابيه بالشركه يا استاذ حامد اخيرا في عجاله، الحلول المقترحه انتوا تحلوا هذه المشكله ازاي؟ الحلول المقترحه دلوقتي بالنسبه لشركه غاز المحله تزود لنا نسبه الغاز زي زمان. احنا كنا من 30 سنه بنتعامل مع شركه غاز المحله بتبعت لنا الغاز وبنصنع، وطبعا كان متوفر الغاز. نعم. الفتره اللي فاتت ديت ما نعرفش ايه الاسباب من 5 اللي فات. السياسه غير واضحه في المعالم بسبب هدم الطاقه الانتاجيه للماكينات بسبب عدم توريد الغزول وامر التشغيل، وصل الحجم بالنسبه للطاقه الانتاجيه الى 50% بدل من 100%. انا طبعا بنضم صوتنا لصوتك يا استاذ حامد. المسؤولين بتتدخل
نرجع زي الاول من 30 سنه لغايه النهارده، لغايه شهر 5 اللي فات، ايه اللي جد في الموضوع؟ احنا طبعا استاذ حمد من ضمن صوتنا لصوت حضرتك والنداء طبعا الى كل الساده المسؤولين بحل هذه المشكله لعدم تشريد 1300 عامل بشركه وبريات سمنود. استاذ حمد السناوي شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. بننتقل من شركة وبريات السمنود للمشكلة الأكبر وانعكاس الاقتصاد المصري على البورصة المصرية. زي ما دايما بنقول إن البورصة المصرية انعكاس الاقتصاد المصري، البورصة المصرية خسرت الأسبوع الماضي بسبب التظاهرات اللي احنا شفناها في الفترة الأخيرة، بسبب محاولات تعطيل الخط الملاحي، بسبب مثلا على سبيل المثال عدم دخول مجمع التحرير بسبب هذه الوقفات الاحتجاجية والاعتصاماتهم، إلى ذلك خسرت البورصة 11.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وكل ده بيعود على المستثمر الصغير. دكتورة صفاء فارس خبير أسواق المال، أهلا بيك يا فندم. دكتورة صفاء أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة صفاء، قراءة حضرتك لانخفاض السيولة وحجم التداولات الأسبوع الماضي وخسائر البورصة المصرية التي تجاوزت 11 مليار جنيه في الأسبوع الماضي. احنا بالنسبه لنا لاحظنا خلال الاسبوع الماضي نتيجه الاضطرابات الحاده في ميدان التحرير وفي ميدان الاربعين في السويس والاسكندريه، لاحظنا ان المؤشر اي جي اكس 30 انخفض بما يعادل 263 نقطه واغلق يوم الخميس على 597، ولكن لاحظنا شيء بعد البيان العسكري، والبيان العسكري اللي تم نشره ان هو تعهد ان هو يسلم الدوله دوله مدنيه، ولكن بعد توفير جميع الشروط جلسه الاربعاء والخميس حصل ان فيها ارتفاع عن بعض الشيء. هل الارتفاع من اجل الهبوط ولا الارتفاع من اجل الارتفاع يا دكتوره صفاء؟ يعني من اجل التصريف، احنا شفنا طبعا في الفتره الاخيره ان الاجانب والعرب بيخرجوا بطريقه منظمه، هل الارتفاع من اجل الارتفاع ولا الارتفاع من اجل الهبوط؟ لا، هو الارتفاع في بعض الشيء، ممكن ما نقدرش للهبوط ولكن الارتفاع، لكن نتيجه عدم الاستقرار السياسي. الاجنبي او احنا عارفين راس المال جبان، يجب ان يتم الاستقرار السياسي ويتم تسعير جميع المطالب الثوار وبشيء من الانتظام وتحقيق المطالب بطريقه منظمه. هنلاحظ ان المؤشر السوق المصري اي جي اكس 30 هيرتفع ويرجع الثقه مره اخرى، وليس عمليه منظمه وليس اكثر. هل في تعريض في الفتره القادمه يا دكتوره صفاء؟ نعم. هل في تعريض في الفترة القادمة في السوق المصرية؟ أنا بالنسبة لي أهم حاجة في اي جي اكس 30 في تعريض، التعريض ده هيستمر لحد ما نخترق مرة أخرى نقطة 5360 الذي أنزل منها خلال الأسبوع الماضي، ولكن أنا أتحدث للمستثمرين بشيء مهم قوي، يجب أن يكون عندنا طريقة مخصصة أو بلان للاستراتيجيات بتاعتنا. أعرف أنا بشتري إيه وببيع إيه، رجاءً لحد الاستقرار السياسي، لأن إحنا طول ما بيحصل أي مشاكل في ميدان التحرير أو الثوار أو عدم وجود نظام في الإعلانات اللي بتحصل للمجلس العسكري أو الوزراء، فده اللي بيعمل اضطراب في السوق المصري. ويا ريت طبعًا دكتورة صفاء ما يكونش فيه كريدت في الفترة القادمة، يمكن يبقى فيه مشكلة أكبر. أنا أنصح جميع المستثمرين بعدم أخذ أي كريدت، اللي بيستفاد الكريدت الشركات الوساطة المالية فقط لا غير، ولكن المستثمر أول ما بيحصل هبوط حاس الشركات بتأمرهم بقفل البوزيشن فبيخسروا من رأس المال، رجاءً نحافظ على رأس مالنا. دكتورة صفاء في خلال 30 ثانية الإجابة، الترقب والتغيير الوزاري في الفترة القادمة ده هيرفع السوق المصرية من وجهة نظر حضرتك؟ هيرفع السوق المصري في حالة واحدة، إذا كان التغيير الوزاري تغيير إيجابي وليس تغيير أسامي عشان الثوار يهدوا، يعني تغيير إيجابي، يعني يمسك منصب يكون فعلاً ليه خلفية كويسة ويقدر يعمل لنا حاجة في المستقبل، لأن للأسف دلوقتي بقى في عملية شك. نعم. دكتورة صفاء فارس خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وأتمنى طبعا أن المستثمر الصغير ما يغرقش في الفترة القادمة. هناخد فاصل ثم نستكمل مع حضراتكم صحافة دلتا مصر اليوم وأهم ما طلعتنا به صحف اليوم. صحافة دلتا مصر اليوم وأهم ما طلعتنا به صحف اليوم، وأول خبر من جريدة الجمهورية، وثيقة الميدان تطالب بإقالة شرف وتعلن استمرار الاعتصام. تفاصيل الخبر، أعلن حسين عبد الغني في بيان باسم الأحزاب السياسية وشباب الثورة المشاركة في جمعة الإنذار الأخير أمس عن وثيقة ميدان التحرير للقصاص من مبارك والعدلي وقتلة الثوار. وقالت الوثيقة إيمانا بأن الشعب هو القائد والمعلم، وأن ميدان التحرير قائد الثورة الحقيقية والثوار وحدهم من يحدد أساليب العمل الثوري وآخرها الاعتصام
الاعتصام منذ 8 يوليو الماضي، ولن يسمح لأي أحد بفض الاعتصام إلا بالرجوع للموقعين عليه هم الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وممثل ائتلافات شباب الثورة، معتبر الاعتصام مفتوحا ما لم تتم الاستجابة وتنفيذ المطالب العادلة في القصاص والتطهير. التعبير عن الرأي حق مكفول لكل المواطنين زي ما حضراتكم تعلموا تماما، ولكن دون ما يضر الآخرين ودون بأي إضرابات أخرى. في شرم الشيخ الشباب يطالبون برحيل مبارك رحمة بالسياحة. البورصة أو السياحة المصرية خسرت حوالي 4 مليار دولار في الفترة الأخيرة، والسياحة زي ما تعلموا تماما هي ركيزة مهمة جدا من ركائز الاقتصاد القومي. شهدت مدينة شرم الشيخ أمس خروج عشرات الشباب والمواطنين منهم العاملون بالبازارات السياحية يمثلون ائتلاف شباب الثورة ومختلف فئات المجتمع السيناوي، حيث انطلقوا من مسجد المصطفى بالمدينة الذي يعتبر الأقرب للمستشفى الذي ما زال يعالج فيه الرئيس السابق، وذلك عقب أداء لصلاة الجمعة، وسرعان ما ازدادت الأعداد إلى المئات حاملين لافتات عديدة مدونة عليها شعارات تطالبه بالرحيل من المدينة ليلحق بنزلاء سجن طرة لتعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل تنحيه. منافسة شديدة بين أوائل الثانوية العامة، قطاع القاهرة الأول، أسيوط الثاني، والمنصورة الثالث. النتيجة والاستمارات بالمدارس غدا والتظلمات بعد غد. وألف مبروك طبعا لكل الطلبة والطالبات وكل الخريجين. تفاصيل الخبر، أعلن الدكتور أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم صباح اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة والنسبة العامة للنجاح في المرحلتين. وصلت نسبة النجاح في المرحلتين الأولى والثانية إلى أعلى معدلاتها في السنوات الخمس الأخيرة، وتعدت حاجز الأربعة 84% في الصف الثالث الثانوي و 90% في الصف الثاني. احتل طلاب وطالبات قطاع القاهرة بجميع محافظات أكبر عدد من المراكز المتقدمة في الشعب الثلاثة الأدبي والعلمي في شقيه الرياضيات والعلوم. خبرنا التالي من جريدة اليوم السابع، مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروسي. قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر أمس الجمعة أنها اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 11 إلى 20 أغسطس بنظام التسليم على ظهر السفينة. قلنا قبل كده في إحدى الحلقات أن إذا تم استخدام البذور المنطقة، إذا تم استخدام البحوث العلمية، إذا تم استخدام الصوامع ذات التكنولوجيا عالية، سوف يكون هناك اكتفاء ذاتي من القمح. القبضة للأدوية ترفض خفض أسعار الدواء المحلي بنسبة 50%. رفضت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الاستجابة لطلب وزارة الصحة بتخفيض أسعار الأدوية 50% عن سعرها الحالي حتى تستطيع الوزارة توفيرها في المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، كما رفضت اتخاذ قرار حكومي بخفض أسعار الأدوية المحلية إجباريا. طبعا أتمنى يكون هناك تضافر وتكامل بين الشركة القابضة ووزارة الصحة عشان اللي هو محدود الدخل يقدر يلاقي العلاج على نفقة الدولة. أخيرا، رضوان يعتبر موظف الضرائب بمكافأة أو يعد موظف الضرائب بمكافأة عن حصيلة العام الماضي. استجاب الدكتور سمير رضوان وزير المالية لمطالب العاملين بالضرائب العام بصرح مكافئات الحصيلة والتي حققت أعلى معدلاتها رغم الأزمة بواقع 169.7 مليار جنيه للعام المالي 2010-2011. طبعا حاجة مهمة جدا في هذه الجزئية أن هم قدروا يحصلوا كل هذه المبالغ رغم الظروف السياسية السائدة. طبعا إيد واحدة كلنا مصريين. ندوة مهمة جدا عقدت بكنيسة مريم العذراء التي حضرها عديد من رجال الإعلام والفن والأدب ورجال الدين والسياسة. كلنا إيد واحدة، وطن واحد. أنا لا يعنيني مسلم ولا يعنيني مسيحي في هذه الفترة، أنا يعنيني مصر بالدرجة الأولى. كلنا بنعيش تحت نسيج واحد هي الجنسية المصرية. تقرير التالي مع زملائنا، وبعد كده هنعود للزميل إبراهيم أبو زينة وموضوع مهم جدا حول أيضا الأحداث الجارية حول مجلس القضاء الأعلى. في اجتماع الأخير أوصى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد علانية. ما في دلوقتي حد VIP عشان نقدر نحجب المحاكمات عنه. الموضوع الآخر اللي هيكلم عنه الزميل إبراهيم أبو زينة، اختلاف الآراء ما بين الثوار والقوى السياسية والوطنية، خاصة ما بين بيان مجلس الوزراء وأيضا المجلس العسكري، اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض. الموضوع الأولاني زي ما قلت قبل كده اللي هو بنقل المحاكمات وعلانية المحاكمات أوصى به مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير. نتابع التقرير ثم بعد ذلك نعود مع الزميل إبراهيم أبو زينة. هي دي مصر على مر السنين،
ملجأ للأولياء، لأولياء الله الصالحين، هرب ليها أبونا إبراهيم ويوسف الأمين، وقال عنها القرآن الكريم ادخلوها بسلام آمنين. تحت رعاية السيد اللواء محافظ الغربية تم تنظيم ندوة بعنوان كلنا مصريون يد واحدة وطن واحد. أقيمت الندوة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة المحلة الكبرى، هذا وقد حضرها حشد كبير من رجال السياسة والفن والإعلام والرياضة ورجال الدين. ومن داخل هذه الندوة كان لنا هذا. أنا بقول إن احنا لازم نحب وطننا، نحب بلدنا اللي تربينا فيها، بلدنا اللي كلنا من خيرها طول عمرنا، بلدنا اللي محتضنانا، بلدنا اللي مش هنلاقي حتة زيها. أنا عاوز أقول إن احنا إخوة متعايشين من زمان. يعني أنا بالنسبة لي أنا كنت في منتخب مصر، كان معايا الكابتن هاني رمزي، كان بيصحينا نصلي الفجر، كان معنا أشرف يوسف، ومعنا يعني وأصدقاء لي أصدقاء كتير. ما حسيتش في يوم من الأيام إن هم في فرق بيني وبينهم، أو في كلنا إخوات وكلنا بنتعامل مع بعض، وكلنا بطبيعة وكلنا بتلقائية، وكلنا بتلقائية الشعب المصري اللي بيتعايش مع الناس اللي هم غرب عن بلدنا. طب بما يعني فما بالك بقى بالمصريين اللي هم مع بعض، سواء كنت مسلم او مسيحي. احنا متعايشين، فاحنا انا بقول ان مش انها مش مبادره، هي اجتماع اخوه مع بعض. هو طبعا حاجه مش محتاجه تاكيد، هي حاجه احنا بنوصل رساله لكل من تسول له نفسه انه يفتكر انه ممكن يفرق الشعب المصري باي شكل من الاشكال. يعني يسيب وسطنا بلطجيه ينشروا فساد بيننا وينشروا اشاعات ويعملوا حرايق مش عايزه اقول يقللوا الحب، لان الحب عمره ما هيقل. هو تواصل بين الشعب المصري في كل محافظاته، انا بعتبره كده، ان احنا لازم نيجي نروح كل المحافظات، هم لازم ينزلوا. ف مشاركه ان الثوره كلنا ايد واحده، مش مساله مسيحي ومسلم. دعت الندوه الى ان تدور مره اخرى عجله الانتاج، وان تبعث في مصر روح الحياه من جديد، لان من لا يملك قوته لا يملك قراره. من مدينه المحله الكبرى جمال العراقي لبرنامج دلتا مصر. أنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى، على قدر الإيمان بقضية معينة، على قدر الإصرار، وعلى قدر امتلاك الإرادة والعزيمة على تحقيق الأهداف دي، يأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. ودائما وأبدا سنة الحياة وقراءة التاريخ تؤكد أن الميادين سوف تنتصر.
هناك على فكرة جدل كبير جدا حول ما يحدث من أحداث جارية على مستوى الوطن بطوله وعرضه. هناك مؤيد لما يحدث في ميدان التحرير والحرية، هناك معارض، هناك من يتحدث أنه يجب إعادة النظر في ترتيب الأولويات، وهناك من يؤكد أنه يجب إعادة النظر في ترتيب المطالب دي في حد ذاتها. احنا عندنا على فكرة مجموعة من الأحداث الجارية الكثيرة فيما يتعلق ببيان الدكتور عصام شرف، أو فيما يتعلق ببيان المجلس العسكري اللي ألقاه اللواء محسن الفنجري، وأثار أراء متباينة حول التعقيب حول هذا البيان، بعض الآراء المتعلقة بقرار المجلس الأعلى للقضاء حول إعلانية المحاكمات إلى آخره، إلى جانب طبعا الحركة الأخيرة للداخلية. الكثير من الآراء، بعضها مؤيد بعضها معارض. بنسعد ان احنا نضع كل هذه الاستفسارات في شكل مجموعه من الاسئله امام ضيفي العزيزين اللي مشرفين على الهواء مباشره، السيد اللواء السيد نوار محلل سياسي، والاستاذ جلال شلبي نقيب المحامين بمحافظه الغربيه. اهلا بحضراتكم واشكركم على وقتكم، وبستاذن حضراتكم وبستاذن مشاهدينا الاعزاء ان احنا نشوف تقرير خارجي كده عما يحدث من اراء في الشارع المصري حول هذه الاراء وحول هذه التقارير، ثم عوده نستأنف لقاءنا. تشكيل وزاري جديد على الأبواب للمرة الثانية بقيادة الدكتور عصام شرف في فترة لم تتجاوز 4 أشهر، فهل يأتي التعديل الوزاري الجديد بصورة مرضية لتطلعات الجماهير؟ بتمنى يعني ان الناس، ان الوزراء الجدد ياخدوا في حساباتهم طموحات الناس واحلامهم، وعلى الاقل ده اللي انا بطلبه من الوزراء عامه، يعني المعيشه تكون الحد الادنى يكون فيها يعني عيشه كويسه للناس البسطاء. يعني العداله الاجتماعيه بالنسبه لشرائح المجتمع جميعا نمره 1. نمره 2 ان العسكريين يصبروا على الثوار، كل وزير ينزل الشارع ويحس بنبض الشعب، بحيث ان هو يحس الشعب ده محتاج ايه. برغم ان انا مش يعني انا صعب ان انت نخلق ان وزير هيقعد 3 شهور ويحصل انتخابات مش هيقدر يعمل فيهم حاجه، دي حقيقه. انا عايز استقرار حاليا دلوقتي للبلد، بحيث ان احنا نقدر ننتخب ونشوف مين الحزب اللي يقدر يمثل الشعب ويقدر يصلح البلد. الوزراء الجدد يتطلب منهم العمل المتقن وحل مشاكل الجماهير بسرعه، ومنع الاحتجاجات ومنع الاعتصامات بطريقه ايجابيه، يعني عن طريق حل المشكلات وكل ما يتطلبه الجمهور. تعمل الحكومه الجديده على حل. اطلب من الحكومه الجديده ثوار، يعني لازم يكون فيه ممثل